معكم ماتينال الحياة. ماتينال الحياة كل يوم من الاثنين للجمعة مع حسام الرابحي على الحياة FM. ماتينال الحياة الأقرب ليك. نعم ماتينال الحياة الأقرب ليك، احنا نسلطوا الضوء على أهم الأنشطة اللي قاعدة تصير على مستوى ولاية القيروان. اليوم باش نحكيو الحقيقة على فخر ولاية القيروان، اليوم نحكيو على الأطفال والشباب المتميز والمتألق اللي موجود في معتمدية ولاية القيروان، باش نحكيو بصفة خاصة على معتمدية حفوز، نحكيو على خمسة تلامذة يمثلوا تونس ويمثلوا القروان في بطولة العالم للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة الأمريكية. أبناء حفوز الخمسة هما اللي باش يشرفوا تونس وباش يرفعوا الراية التونسية في الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر تفاصيل يحضر معنا زميلنا عبد الحميد السالمي توتسويت في الانترفيو. الانترفيو توتسويت الانترفيو. سي عبد الحميد صباح النور من جديد. أهلا حسام، صباح الأمل وصباح الفرح من حفوز في حفوز وفي القيروان وفي تونس الخضراء. كما ذكرت حسام، ظهرة من نور الإشعاع والإبداع، نقطة مضيئة انطلق نور شعاعها من معتمدية حفوز من خلال برنامج علمي على غاية من الأهمية، يخترق هدوء المدينة بعزيمة نخبة من التلامذة مع الأستاذ والمربي الصحبي سعد اللاوي، الذين حققوا بامتياز نجاحا باهرا على المستوى المحلي والجهوي وحتى الوطني بحصولهم على المرتبة الأولى في المسابقة الوطنية التي وقع تنظيمها بتونس العاصمة وبالتحديد في فضاء بوعد دلي يوم 26 فيفري 2023 وحصولهم حسام على ثلاثة جوائز، يعني جوائز كاملة في كل الاختصاصات في التصميم والإنجاز في مشروع الروبوت والذكاء الاصطناعي، ويتأهلون بذلك للمشاركة كما ذكرت في المسابقة العربية بقطر والمسابقة العالمية بأمريكا. هي رسالة مضمونة الوصول إلى كل العالم لتثبت وتؤكد بأن تونس خلاقة ويمكن لأبنائي أن ينجحوا ويتألقوا في كل القطاعات وفي كل المجالات إذا ما توفرت لهم كل الوسائل الممكنة والإحاطة اللازمة. قبل ذلك حسام لو تسمح لي يعني وقبل أن نحيل الكلمة إلى أستاذنا الفاضل صلاح سعد اللاوي، ومن باب الأمانة أن أتقدم عبر أمواج إذاعة الحياة FM بالشكر إلى كل المساهمين من قريب ومن بعيد في المساهمة في هذا النجاح الباهر، من سلطة محلية المتمثلة في السيد المعتمد قيس بوعلاقي والجهوية المتمثلة في السيد الوالي محمد مغيبة على وكل المشجعين على الإحاطة والرعاية. مزيد من التفاصيل ومزيد من التوضيح حول هذا المشروع الناجح ينضم إلينا مباشرة المدرب والأستاذ صلاح السعد اللاوي. سلاح صباح النور. أهلا بك صباح الأنوار، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة الحياة FM. مرحبا بك سلاح، اليوم الحقيقة فرحانين برشا بيك وفرحانين زادة بتليم ذاتنا اللي موجودين في المعهد الثانوي فرحات حشيت في معتمدية حفوز من ولاية القيروان اللي باش يمثلونا باش يمثلوا القروان يمثلوا حفوز ويمثلوا تونس في بطولة العالم للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة الأمريكية من 19 حتى 22 أفريل لسنة 2023. خلينا ناخذوا فكرة من خلالك أنت سلاح على هذه البطولة، كيفاش كان التمشي باش نجمنا اليوم أن نوصل لبطولة العالم للذكاء الاصطناعي. شكرا. بالنسبة للبطولة هي ساعة المسابقة، مش حاب نعرف المسابقة. أيوة. المسابقة هي تحدي علمي هي هدفه إثارة دافعي الطلبة والتلاميذ نحو تعلم العلوم والتكنولوجيا الحديثة. هي مسابقة عالمية معناتها تتبناها كل الدول، كل سنة هو يطرح عنوان للمسابقة، يكون موضوع المسابقة هو عادة المشاكل اللي تواجهها الدول في الفترة اللي نعيشوها. عنوان المسابقة هذه السنة هو كان على الموضوع، المسابقة كان على الطاقة، وانك تعرفوا المشاكل اللي تواجه الدول في تزود بالطاقة، تشييد استهلاك الطاقة وفي انتاج الطاقات المتجددة. بالنسبة في كل سنة تقام البطولات الوطنية في كل الدول. بالنسبة لتونس نظمتها اليوروبو بتاريخ 26 فيفري في فضاء بوعد دلي. يعني المسابقة هذه هي مسابقة متقدمة معقدة تتطلب تدريب ومعناتها مهارة
محترفة. أنا بالنسبة لي أنا أول مرة نشرف على فريق تونسي لأني أنا كنت عادة نشرف على الفرق الخارجية ونمثلهم في المسابقات العالمية والعربية، وتلقيت التدريب هنا في الخارج والحمد لله تحصلت على كل درجات التدريب، تلقيت التدريب الصحيح، تلقيت الفورماسيون، أصبحت مدرب محترف، وهذا اللي يخول لي أني توجت مع الفرق الخارجية بعديد الألقاب والبطولات. السنة هذه كان معناتها بالنسبة لمدير المعهد تواصل معي وكان عنده نادي في الروبوتيك والذكاء الاصطناعي، وأخذتهم في توقيت قصير جدا اللي هو مدة شهر، لأن المسابقة هي تكون على عادة تدريب نتاعها على طول السنة، يكون التحضير يكون التدريب باش تصقل لك المهارات نتاع الطلبة وتعطيهم المعلومات ويدربوا، خطر فيها أربع أقسام في المسابقة. دونك كان تحدي كبير برشا باش نوصلوا نحضروا الفريق من خلال التدريب ونعطيهم الأثر الباكت نتاع التدريب. كان بالحق فيه والحمد لله وصلنا أن دربنا بشكل أفضل، وهو كانت النتيجة هو الحصول على كل الألقاب تقريبا في البطولة الوطنية بتونس. هو نحكيه على تأهل لبطولة تمثيل تونس في بطولة العالم للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا كيف وقع تأهل نفس الخمسة يعني أنه مش يكونوا مشاركين في البطولة العربية هذا كيف للذكاء الاصطناعي اللي مش تصير في قطر الفعاليات متاحة هكا؟ صحيح، هو شوف بالنسبة عادة في كل البطولة العالمية هي تجمع أبطال البلدان العالمية كلهم، يعني عادة البطل هو اللي يمثلك الدولة في المسابقة العالمية بهوستن بأمريكا، معناتها باش يكون المستوى عالي جدا هناك. وأنا الحمد لله يعني كنت شاركت في فرق أخرى خارجية في المسابقة العالمية، عندي الخبرة اللازمة، وهذاك علاش إن شاء الله باش ننقل الأثر هذا باش نهيئ دون الفريق إن شاء الله باش نشرفوا تونس في المحافل الدولية، وإن شاء الله المستحيل ليس تونسيا إن شاء الله يا ربي. الفئات العمرية بربي أعمارهم الصغيرات اللي باش يكونوا هو مشاركين. عادة المسابقة هذه هي تستهدف التسليم ذات اللي أعمارهم ما بين 9 إلى 16 سنة. أنا أخذت التلاميذ اللي عادة أعضاء الفريق كلهم فئات العمرية ما بين 16 و 16 سنة. واضح، نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق والتألق، في نفس الوقت يخلق نوع من المنافسه عند الصغيرات في حفوز وفي مختلف معتمديات ولايه القيروان. كيف يسمعوا انه عندنا خمس صغيرات باش يمشيوا في بطوله يشاركوا في بطوله العالم للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحده الامريكيه وهم موجودين في المعهد الثانوي فرحات حشاد، فنتصور هذا يزيد يحفز بقيه الصغيرات انهم يندمجوا في مثل هذه النوادي باش يغزوا رواحهم انهم لما لا نهار اخر يكونوا زاد هما موجودين في بطوله العالم في الفعاليات نتاعها يعني في مختلف الاوقات. خلينا نقول هو صحيح يعني بعد الاعلان عن المسابقه وبعد تتويجنا بالبطوله التونسيه الوضعيه توا الحين معناتها ثم اقبال كبير برشا وتوصلوا معي معناتها عديد الاودياء عديد الاكاديميات عديد الجمعيات على اساس انه عندهم استعداد كبير برشا باش يتعلموا هذا المجال مختار سنه احنا تونس يلزمنا نكون مواكبين التطور والتكنولوجيا اللي حاصله في العالم الذكاء الاصطناعي، حين تو عصر الذكاء الاصطناعي يلزمنا احنا نكون مواكبين، يلزمنا نفهموا التقنيه ذي، يلزمنا نتمكنوا منها باش نصبح جيل قادر على الابداع والتميز. والمستحيل ليس تونسي. طبعا والمستحيل ليس تونسي، نحن نعولوا برشا عليك سلاح وعلى مختلف المربين باش تكونوا لنا اجيال كما هكا. شكرا لك سلاح سعد اللاوي استاذ ومدرب في الذكاء الاصطناعي، نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق والتالق. نعاود نذكركم خمسه تلامذة من معتمديه حفوز باش يمثلوا تونس في بطوله العالم للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحده الامريكيه، ونفس التلامذة زاد كيف باش يمثلوا تونس في البطوله العربيه للذكاء الاصطناعي اللي باش يقع تنظيمها في قطر من 6 الى 9 ماي 2023. هذا شنو كان عندنا بالنسبه لليوم في الانترفيو.